بقيت متبع بعض صناع المحتوى باش تفهم اكثر، حتى لاحظت انهم ولاو كيديروا صوت يتخرج باللغه العربيه الفصحى ولا بالانجليزيه، واي واحد فينا عنده ذكاء بسيط غادي يقدر يفهم. علاش حنا المغاربه عندنا كاملين نقط مشتركه بيناتنا، بحال النفس الحاره وما كنبغيوش اللي يشمتنا، فهاد الشيء علاش هاد المحسنين ديال العبار بداو كيتهربوا من المساعدات ديال خوتهم المغاربه، وبداو كيسيبليو دول الخليج والدول الغربيه، حيث الى صيفطوا شي بركه كيصيفطوها وما كيبقاوش متبعينها واش غتوصل لمواليها ولا لا. المحسنين عطاهم الله في البلاد، الى قلبتي غادي تلقاهم. كنهضر على المحسنين ديال بصح، يعني الا كنتي كتبغي دير الخير فبامكانك تقلب على هاد المحسنين وتعرض عليهم الحالات اللي يستاهلوا، وتكون المساعدات من يد المحسن ليد المسكين بلا ما تكون نتايا وسيط. ولكن انا عارفك ما تقدرش، وعارفك كتفرج في هذا الفيديو وتقرصتي ودرك خاطرك، ايوا اجي قرب عدي هنا نقول لك مالك انت داير هذا الشيء بهدف ربحي محض. وكيف كنعرفوا كاملين فصناع المحتوى خدمتهم هذيك، وبطبيعه الحال دايرينها على قبل الفلوس، وما غايجيش هنا شي واحد يقنعني بالعكس، وبطبيعه الحال من حقهم حيت كيكرسوا وقتهم كامل لهذا المحتوى. ولكن باش تبيع المبادئ ديالك فتيق بيا هاد الشيء ما دايمش لك، وكاع الا فلتتي من الحساب هنايا فتيق بيا يوم القيامه حسابك غيكون مشنشر.